If you don't speak or understand Arabic and you are interested in trying any of my recipes, please log on to my Facebook page. All the recipes you see in the videos and more are available there, in details and in both languages, Arabic and English. Kindly check the description box under the video for the links. Thank you for watching. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيبا معاكم من البايت اوف ديلايت. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض وصفة مشهورة جدا في مصر، خاصة في العيد الصغير. هي والكحك اخوات قريبين جدا من بعض، ودايما يتعملوا مع بعض ويتاكلوا مع بعض ويتباعوا مع بعض. بس انا النهاردة هعمل الغريبة بس، مش هعمل الكحك. هي شوية تقيلة وبتبقى شوية فاتي، بس شهية جدا وجميلة جدا، وما تكتروش في اكلها بليز، هي فاتي. وان شاء الله نعملها بطريقة سهلة جدا، وهي اسمها شكر لما في العراق. وعندهم بس الفيرجن بتاعتها بتبقى مختلفة شوية، بتبقى شوية السكر بتاعها اعلى. احنا النهاردة هنعملها بالطريقة المصري. بنعتذر لاهل العراق والاهل العراق اللي عندي في البيت يعني، وان شاء الله هنعملها بالطريقه المصريه، ويا رب تعجبكم. وتعالوا نشوف مع بعض انا هعملها ازاي. علشان نعمل تقريبا 40 قطعه من الغريبه هنحتاج 3 كوبايات من الدقيق المنخول، 3 ارباع كوبايه سكر مطحون او باودر يكون منخول، نص كوبايه زبده زائد معلقه كبيره من الزبده في درجه حراره الغرفه، نص كوبايه زبده نباتي او مارجرين زائد معلقه كبيره مارجرين في درجه حراره الغرفه، رشه صغيره من الملح، وربع معلقه صغيره من الفانيليا او الحبهان المطحون، فستق ولوز للتزيين. علشان نبدا نعمل الغريبه انا عندي هنا شويه زبده مخلوط معاهم شويه مارجرين او دهن نباتي، هبتدي ان انا اخلطهم مع بعض كويس يبقوا كريمي شويه. بعد كده اول ما يبقوا كريمي هنزود عليهم السكر بالتدريج. كده اصبحت كريمي، هزود السكر بالتدريج. السكر طبعا يكون منخول كويس مع يضربوا كويس مع الزبده لغايه ما يبقوا فلافي، ودخل لهم هواء ويبقوا شويه هشه. بيبقى كريمي كده، هو الكميه مش كبيره فمش باين انها هشه، بس هي هشه قوي لو استخدمتوا كميه اكبر. انا مش عامله كميه كبيره. المرحله دي هبتدي ازود شويه فانيليا، ولو حد انا هنا بحط فانيلا باودر او فانيلا فليكس، اللي عايز يستخدم حبهان باودر برضو مفيش اي مشكلة، او حبهان يدقه خلاص. انا كده مش هحتاج المضرب، خلصت. هبتدي ان انا اضيف الدقيق بالتدريج، just in case الدقيق عندي كان يعني مش هحتاجه كله، عشان ساعات حتى لو انا عندي المقادير مظبوطة جدا ساعات بيبقى مش هحتاجها كلها. بسباتشولا زي كده ابتدي انزل الاطراف، وابتدي اخلط بالتدريج مع الدقيق لغايه يعني الدقيق بحطه على مراحل مش مره واحده، علشان اولا ما نطلعش الهواء اللي دخلناه للزبده مع السكر الايسنج شوجر، وعشان نضمن ان الدقيق كله اتخلط. فبرشويش كده ببتدي ان انا اقلبه بالسباتشولا، وبعدين اضيف تاني ببتدي اضيف تاني لغايه لما اشوف القوام اتظبط. فهبتدي اعمل كده لغايه لما اخلص الكميه اللي عندي، او لغايه لما هوريكم القوام المظبوط هيبقى عامل ازاي. ممكن ما استخدمش الكميه كلها بتاعت الدقيق، الكميه كلها بالشكل ده. ببتدي اخلط بشويش عشان اضمن، كل ما ازود شويه دقيق لازم اضمن ان انا خلطتهم كويس جدا قبل ما ازود كميه من بعده. اوكي، ببتدي ان انا اجمعها في بعض كده. انا مش بعجن ولا حاجه، انا بس بجمعها مع بعض بالشكل ده. لما باجي ده القوام اللي انا عايزاه، لما باجي اجمعها مع بعض بتمسك وتبقى مظبوطه جدا، لما باجي افرفطها بتتفرفط بسهوله. اوكي، فهو ده القوام اللي انا عايزاه، ما استخدمتش مقدار الدقيق اللي عندي كله. الشكل ده العجينة اصبحت جاهزة، هغطيها ونشيلها في التلاجة لمدة تقريبا ربع ساعة.
قبل ما نبتدي نستخدمها ونشكل بيها. عندي هنا شويه فستق وشويه فستق تزيين هنبتدي نشكل. وانا هنا جبت صينيه فرن او بيكنج تراي وحطيت عليها ورق زبده او طبعا ممكن تدهنوها بس ده كده اسهل يعني عشان هي اوريدي فيها كميه من الزبده فما فيش داعي ان احنا ندهن زياده. اوكي احنا علشان الغريبه تطلع كلها شبه بعض انا جبت حاجه شبه الغريبه كده تدي شكل نفس شكل الغريبه وحطيت فيها كلينج فيلم عشان تطلع بسهوله. هحط فيها كميه عشان اظبط الكميه والحجم بتاع كل غريبه ما تطلعش كل واحده مختلفه عن الثانيه الى حد كبير. اوكي بالشكل ده بحطها بضغط كويس جدا واساوي الاطراف بضغط ثاني كويس جدا. اوكي بالشكل ده بضغط كويس قوي 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 عشان الاطراف تظبط معايا ويبقى شكلها مناسب جدا ومتناسقه. بدوس كويس جدا بضغط بالطريقه دي وبعدين ننزلها بتطلع بالشكل ده وبحطها على جنب وبكرر الموضوع لغايه لما اخلص الكميه. تاني جوه الكلينج فيلم بتاعتي احط كده وبضغط بحط واضغط. اوكي بعدين املي الباقي افضل احط واضغط عشان كله ياخد نفس الشكل بالتساوي وبعدين ابتدي اساوي الاطراف ادخلها جوه كده بالشكل ده. بدوس كويس واساوي الاطراف كويس وبعدين اقلبها بالشكل ده تطلع مظبوطه وبسيب ما بينهم وبحطهم في الصينيه بالشكل ده بسيب ما بينهم مسافه عشان يستووا بطريقه مظبوطه. بالشكل ده عملتهم كلهم شكلتهم كلهم. هحط في النص كده على كل واحده اضغط ضغط خفيف عشان بس ما تتكسرش. هحط يا الا لوز لا الا فستق اي تزيين زبيب اي حاجه انتوا بتحبوها مش هتقول لا ابدا. بالشكل ده بضغط خفيف بس عشان تبتدي ان هي تلزق عليها بالطريقه دي. دلوقتي هدخلها تتخبز على درجه حراره قليله جدا زي ما قلت لكم 110 120 بالكتير. هندخلها على في فرن اوريدي مسخنينه على 100 درجه حراره 110 120 نراعي ان هي ما تغيرش لونها خالص خالص. احنا مستخدمين زبده ففي احتمال كبير انها تغير اللون فوي هاف تو بي فيري فيري كيرفول. طلعناها من الفرن وبقت بالشكل ده لسه زي ما هي تقريبا لونها ابيض فاتح زي ما هي بس من تحت اخذت لون شويه هو ده اللي احنا عايزينه بالظبط على درجه حراره قليله جدا تقريبا قعدت 40 دقيقه قبل ما بقت بالشكل ده. وده شكلهم بعد ما خرجت من الفرن بتفضل لسه محتفظه بلونها الابيض وبتاخد بس شويه لون خفيف من البوتوم بتاعها او القاع بتاعتها وبتبقى بالشكل ده استوت وجاهزه عندنا الغريبه بالف هنا وشفا. حاولوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم وما تكتروش منها. It's super 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 fatty بس هي برضو super delicious وناكل واحده او اتنين بكتير ما نكترش بليز. وحاولوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم. Thank you.